متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية. هذا الأسبوع في بدايته ترتفع درجات الحرارة من جديد للمستويات المعتادة الصيفية، بعدما شهدت المملكة خلال أول أسبوعين من شهر حزيران انخفاضا واضحا في درجات الحرارة دون المعدلات، وأجواء قد تكون مائلة للبرودة توصف في بعض المناطق في ساعات الليل. هذا الأسبوع أجواء متقلبة، تبدأ بدرجات حرارة مرتفعة بعض الشيء، ولكن من جديد يتوقع أن تندفع نحو المنطقة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات، مسببة عودة درجات الحرارة للانخفاض دون المعدلات وعودة الأجواء المائلة للبرودة في ساعات الليل. نستعرض سوية توقعات الأحوال الجوية هذا الأسبوع التي نبدأها بيوم الأحد، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون الأجواء مائلة للحرارة بشكل عام في أغلب المناطق. تكون في العاصمة عمان مثلا 32 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون ما بين 36 و38 درجة مئوية في مدينة معان، تصل إلى 41 درجة مئوية في خليج العقبة، 29 في جبال الشراء، 31 درجة مئوية في إربد، وتكون في المنطقة الشرقية حوالي تقريبا 39 درجة مئوية، والأجواء تكون حارة إجمالا. إذن الأحد جنوب وشرق المملكة على وجه التحديد أجواء حارة ترتفع بشكل كبير في خليج العقبة، وأجواء مائلة للحارة في المناطق الوسطى 32 درجة مئوية مثلا في ساعات النهار. الأجواء لن تكون أيضا لطيفة إجمالا في أغلب ومعظم مناطق المملكة. انتقالا إلى يوم الاثنين، يتوقع أن تبدأ المملكة بالتعرض بانخفاض درجات الحارة، كون هناك كتلة هوائية ذات درجات حارة أقل من المعدات كما ذكرت قبل قليل تندفع إلى المنطقة، فكما نراها تنخفض درجة الحارة بشكل ملموس مثلا في العاصمة عمان، تنخفض من 32 يوم الأحد إلى 28 درجة مئوية يوم الاثنين، وليلا 15 درجة مئوية. تعود مرة أخرى في ساعات الليل الأجواء المائلة للبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، تظهر كميات من السحب والغيوم، كما يتوقع أن ربما يتشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية. تكون في إربد درجة حرارة 28-18، 26-14 درجة مئوية في جبال الشراء، تنخفض حتى في خليج العقبة إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25. أجواء قد تكون مغبرة يوم الاثنين مع هبوب رياح شمالية غربية قوية بعض الشيء في ساعات ما بعد الظهر، 34 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 18 درجة مئوية، ولكن يوم الاثنين نهارا تبقى الأجواء حارة للغاية في المنطقة الشرقية، تسجل درجة حرارة 40 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها في كافة ومعظم مناطق المملكة، تعود درجات الحرارة في ساعات النهار لتصبح أقل من المعدلات المعتادة، والأجواء تصبح كأنها ربيعية وليست صيفية، وفي ساعات الليل تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل يسمح بالشعور بالبرودة بشكل لافت في أغلب ومعظم مناطق المملكة. تسجل مثلا في العاصمة عمان 27 درجة مئوية في ساعة النهار، 36 درجة مئوية في العقبة مثلا، وتنخفض حتى في المنطقة الشرقية لتصبح حوالي 34 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن لا يحدث تغيير هام وجذري على الأجواء، تبقى الأجواء في ساعات النهار ربيعية وفي ساعات الليل مائلة للبرودة في معظم مناطق المرتفعات الجبلية، ونتوقع بأن ذلك يستلزم لبس ملابس ثقيلة في حال الجلوس في الخارج. درجة الحرارة الصغرى مثلا في العاصمة عمان تنخفض إلى 15 درجة مئوية في ساعات الليل، وهي أقل طبعا مما هو معتاد عليه بشكل عام. يوم الخميس يتوقع أن تنخفض درجات حرارة أكثر، تصل إلى 26 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار، ظهور لبعض السحب والغيوم في بعض مناطق المملكة في جبال الشراء، حتى الأجواء في نهارا تكون قد يكون بها بعض الشعور بالبرودة، 24 درجة مئوية في ساعات النهار، وتبقى الأجواء بشكل عام في ساعات النهار ربيعية أكثر من كونها صيفية، لكنها في ساعات الليل تميل للبرودة في مناطق عدة وتنشط سرعة الرياح في بعض المناطق. الأجواء جميلة جدا تكون في خليج العقبة، 36 درجة مئوية في ساعات النهار، كذلك أمر في منطقة البحر الميت، أما في المنطقة الشرقية فتكون حوالي 35 درجة مئوية. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة، من المتوقع أن تنخفض أكثر درجات حارة في بعض المناطق، ومناطق أخرى تستقر على ذات درجات الحارة، تكون في العاصمة من 26 درجة مئوية في ساعات النهار مثلا، والأجواء تستمر على ما هو عليه الحال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، أجواء في ساعات النهار أكثر تكون ربيعية، لكنها ليلا تكون مائلة للبرودة بشكل واضح وخاصة مع ساعات الليل المتأخرة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.